اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. علاقتك بجهازك المعاون؟ نحن بدأنا في خلق هذا التواصل ما بيننا فيما بيننا. أحيانا أعتقد أني ممكن أن أكون صعب وقاسي في بعض التصرفات التي أقوم بها فيما يتعلق بالسيطرة على كافة المناطق والأمور المتعلقة بالتدريب، ولكن هي الطريقة التي تعلمت بها في برشلونة في فرق كبيرة، بأن كل شيء متصل ببعضه البعض. فوظائف الجهاز الفني كل الأعضاء يجب أن تكون متصلة حتى نصل إلى الهدف المشترك. فأحيانا يمكن أن أكون قاسي وطلباتي كثيرة، وأنا أيضا أقسو على نفسي أحيانا، ولكن أعتقد أننا خلقنا مجموعة متجانسة وفي تواصل فيما بيننا، وهذه البطولة أثبتت ذلك، أننا نعمل مع بعض.